زار قداسة البابا المعظم الأنبا طاولوس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، واستقبل قداسته رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. وقدم قداسة البابا محاضرة لطلاب الجامعة عن مصر والتاريخ. أحييكم وأفرح معكم في هذا الصباح، وأنا ألبي هذه الدعوة الكريمة من سيادة الأستاذ محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء هذه الجامعة، الجامعة البريطانية في مصر. والحقيقة تكلم معي كثيرا عن هذه الزيارة، وكنت أشتاق إليها إلى أن سمح الله بها. أنا سعيد للغاية أنني أتقابل مع معالي وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ومع الأستاذ الدكتور أحمد حمد مدير الجامعة رئيس الجامعة، وأيضا الأخ الصديق العزيز الدكتور مصطفى الفقي أول مدير لهذه الجامعة، مع كل هيئات التدريس الصف العلمي وأيضا الجهاز الإداري في هذه الجامعة. وسعيد أيضا بمقابلة كل الشباب والشابات الذين يدرسون ويتعلمون في هذا الصرح العلمي الذي بالحقيقة يزين مصر ويضحى من أجل المستقبل. مصر شعب واحد، وأنا اسمحوا لي أستعيد بعض ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت افتتاح المسجد والكاتدرائية في العاصمة الجديدة. قال إن شجرة المحبة التي تم غرسها بافتتاح المسجد والكاتدرائية ستخرج في مصر المحبة والتسامح، ومن مصر المودة والتآخي لكل دول العالم. وقال إننا في مصر شعب واحد لا نعرف الفرق، لرئيس الجمهورية. وأيضا قال وذكر وقال لن أنسى كلمة البابا تودروس في 2013 على خلفية الاعتداء الآثم على بعض الكنائس، أما قال الكلمة اللي قالها دلوقتي أخوي عادل: وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. تلك الكلمات الخالدة سكنت قلوب المصريين جميعا، وهذا العام تمر 100 سنة على ثورة 19 التي رفعت شعار يحيى الهلال مع الصليب. وفي اللقاء التاريخي في مطلع هذا الشهر تم إصدار وثيقة الأخوة الإنسانية بين أكبر ديانتين في العالم، والتي تعتبر نقطة تحول في العلاقة بين الأزهر والفاتيكان. شارك في هذه الاحتفالية أيضا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية. وخلال الزيارة استمع قداسة البابا لشرح مفصل حول أنشطة مكتبة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب، كما أجرى قداسته جولة بكلية طب الأسنان بالجامعة. قبل قدومي إلى هذا اللقاء الوطني كنت في افتتاح المسجد الجامعي الكبير بمدينة الخصوص، وكان إلى جانبي جنبا إلى جنب، ليس خارج المسجد فقط إنما في داخله وفي قبلته، الأنبا سريال وكيل مطانية شبين ومسؤول الخصوص داخل المسجد وليس خارج المسجد. هذه الروح التي هي تسامح الأديان. كلنا استغربنا قوي انه ايه ده، ازاي هو فعلا قداسة البابا يقدر يجي ويدي محاضرة في جامعة خاصة. ففرحنا جدا بالزيارة دي واستعدنا لها، واكيد حضراتكم شفتوا قد ايه الاستقبال كان رائع جدا، منظم بشكل مميز. بالنسبة اكيد للزيارة وللكلمة رائعة خالص، انا يعني فرحت قوي بالكلمة اللي قداسة البابا قالها، حسيت قد ايه هي شاملة
كان بيواجه كذا عدة رسائل. يعني رسالة كانت عن قد ايه قيمة مصر وعن قد ايه قيمة التعليم في مصر، ورسالة تانية ان هو واجهها بقى لشبابنا. وفي ختام الاحتفالية التي تم ترتيبها خصيصا احتفالا بزيارة قداسة البابا، قدمت الجامعة معلقتين لقداسته، الأولى تعبر عن كاتدرائية ميلاد المسيح والثانية لمسجد الفتح العليم، اللذان تم افتتاحهما بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقدم قداسة البابا لرئيس الجامعة البريطانية ومجلس أمنائها لوحة كتب عليها باللغات العربية والإنجليزية والقبطية الآية الشهيرة: مبارك شعب مصر. المرة الأولى التي يزور فيها رأس الكنيسة القبطية قداسة البابا المعظم الأنبا طاووس الثاني جامعة خاصة، الجامعة البريطانية في مصر، وحديث مطول عن مصر وعن المحبة والتسامح وأثرهما في بناء الأمم والمجتمعات. من الجامعة البريطانية بالشروق، فريد إدوار، سي تي في.